مهم ان احنا نركز او نروح للتصريحات كولر دايما اللي بتكون فيها رسائل ضمنيه مهمه. يعني هو اتكلم عن المباراه، اتكلم عن تفصيلاتها، واتكلم عن عوده الدوليين واسباب الفرص اللي ضاعت، واتكلم عن لو انا مش عايز انسى حاجه يعني تقريبا برضو اتكلم عن تحقيق الهدف من اللقاء والفوز وحصد 3 نقاط رغم ان هم ما كان ممكن ان احنا نحصل على افضل من كده بكتير او نحقق افضل من كده بكتير. كل دي امور مهمه جدا. وعايز اقف عند نقطه برضو يا كريم، لان انا بقول لك بركز جدا في تصريحات كولر لان بيرمي لقدام. يعني مثلا قال لك ايه؟ قال الفريق ادى تدريباته مكتملا لمده 2 يوم فقط بسبب المشاركه الدوليه للاعبين. طيب في ناس هنا وقفت عند النقطه دي من التصريحات وقالت لك هل هنا كولر، لان دي مش طبيعه كولر، هل هنا كولر بيعول الفنيات اللي كانت مش متواجده شويه بالمستوى اللي احنا نعرفه في الشوط الاول، ليه فكره ان هم بس كان قدامه 2 يوم فقط للاستعداد؟ ممكن تتفهم كده، وممكن يقول لك لا انا بس بقول واقع او بقول فاكت موجوده على الارض، لان احنا اتمرنت 1 يوم، اتمرنت 2 يوم، اتمرنت 3، بتلعب على ارض نجيله صناعي وحشه، بتلعب في عز الحر، الكلام ده كله على مدار التاريخ بكل الاسماء العظيمه اللي قدمت للنادي الاهلي والاجيال المختلفه واقع وبيحصل. يعني مش مثلا حاجه جديده بتحصل مع الجيل الحالي فقط او هذا الموسم فقط او اللي فات، دي حاجه متوقعه وموجوده وهتفضل موجوده بالمناسبه الى ما لا نهايه، الله اعلم امتى يعني. فمش امور ان انا اجي اقول اعول عليها، والتحكيم بالمناسبه وغيره وغيره، فدي امور معاك يعني انت ماشي في طريقك ودي امور معاك، بتحصد بطولات ودي امور ماشيه معاك، ما هياش بتختلف. يعني لما الموسم اللي فات اتكلمنا فيه موسم استثنائي للنادي الاهلي على كل الاصعده، كان عندك مشاكل في التحكيم وكان عندك مباريات في عز الظهر كانت الساعه 3 وكان في سفريات ل 12 ساعه وكان في جاب بس ساعتين وغير، فاكر كنا بنقعد نقول نلعب 8 على كل 48 ساعه ماتش. بس ما تقوليش مشاكل في التحكيم، قولي مهازل في التحكيم. الموسم اللي فات يا خبر ده احنا قضينا الموسم انا وانت بنندهش بروب دي ده ولسه هنندهش يعني مش يا سبحانك يا رب. بس بصي هقول لك على حاجه قد يكون اللي خلاكي تستغربي شويه او تقفي عند التفصيله دي من ضمن مجمل تصريحاته، ان احنا مش متعودين قوي من كولر ان هو يعني يقول النوع ده من الامور، يعني ما بيقفش عند النوع ده من الامور بشكل عام. هو مقل جدا في فكره ان هو يعني حتى يتكلم في كواليس او في خلفيات المباريات او التحضيرات، فيمكن ده اللي خلاكي تستغربي شويه. بس هو قد يكون الله طبعا ربنا يعني اعلم واعلم بالنوايا، لكن هو ممكن يكون مجرد بيقر واقع بالظبط. هو كان نقطه ضمن يعني مجموعه تصريحات او مجموعه تصريحات. خلينا نتابع على كل حال ونرجع نكمل. Ich denke, wir haben gut angefangen, haben uns Möglichkeiten rausgespielt, leider haben wir keine Tore gemacht und haben dann in der ersten Halbzeit ja auch auf unserer Defensivseite hat der Gegner 2, 3 Möglichkeiten oder wir haben da nicht so optimal gespielt. Und ja, war dann nach der zweiten Halbzeit war besser. Wir waren in der ersten Halbzeit noch zu hektisch mit zu vielen Ballverlusten, zu viel Hektik auch drin und zu wenig Kombinationen. Und das war zweite Halbzeit dann besser und mit den Toren ist dann eh dann noch ein bisschen mehr Sicherheit dazugekommen und schlussendlich sicher verdient der Sieg. احنا بدأنا المباراة والشوط الأولاني بشكل كويس جدا وخلقنا فرص في الأول كتير وكان المفروض إن احنا كنا نتقدم في النتيجة بسرعة، لكن احنا ما حرزناش للأسف أهداف، وبعدين بدأنا نصعب الماتش على نفسنا، بدأنا نسمح للمنافس إنه يخلق فرصة أو 2 أو 3. ده بسبب ان احنا ما كناش هاديين، ما كناش بننقل الكره كويس، كان في بعض التراخي والريتم بتاعنا ما كانش احسن حاجه. نزلنا الشوط الثاني، الشوط الاولاني كمان كان من ضمن الاسباب ان احنا كان في حاله تسرع كبيره جدا، بنفقد الكره كتير بسرعه وما بننقلش كره كويس مع بعض. الشوط الثاني كنا احسن كتير وقدرنا ان احنا نجيب جون واثنين، وكل ما بتجيب جون الثقه بتزيد فبتلعب احسن وادائك بيفضل، واعتقد ان احنا كسبنا في الاخر بشكل مستحق.